من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فاتقوا الله عباد الله وتفضلوا فإن خير الزاد التقوى. عباد الله إن هذه الدار التي نحن فيها دار عمل واجتهاد ليفوز العامل يوم القيامة كما قال سبحانه وتعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الفوز كله أن يفوز المرء بدخول الجنة وينال مرضاة الله عز وجل. وهذا الفوز مترتب على أمور يجب على المسلم أن يعتني بها ليكون من الفائزين في الدنيا والآخرة. وتلك الأمور مردها إلى الإيمان والعمل الصالح كما قال سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عباد الله الواجب على المسلم أن يجتهد في العمل الصالح ليتقرب من الله سبحانه وتعالى فإن الله لا ينظر إلى أصواتكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والعمل لا يكون إلى الله صالحا حتى يتوفى فيه أمران وهما شرط وقبول العمل. فيجب على كل مسلم وعلى كل من يريد أن يتقرب بعمل إلى الله أن ينظر في هذين الشرطين هل هما متوفران في العمل الذي يريد أن يقوم به. فإن وجد فليحمد الله على ذلك وإن فقد أحدهما أو كلاهما فليعلم أن عمل ذاك لا يعتبر عند الله عملا صالحا. الأمر الأول هو الإخلاص لله عز وجل. فأي عمل لم يبتغ به وجه الله عز وجل فإن الله لا يجزي عليه صاحبه ولا يتقبل الله بالعمل إلا ما كان خالصا لوجه الكريم. قال سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك
والإمام البخاري رحمه الله ابتدى كتابه العظيم بحديث ينبه على أهمية النية، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والإمام الرحمن بن عدينا رحمه الله يقول: لو ألفت كتابا لجعلت صدر كل فام في ذلك الكتاب هذا الحديث يتذكر به الإنسان في جميع أموره. فيأتي الإنسان يوم القيامة تعلم العلم وعلمه للناس فيقال له: ماذا صنعت وماذا عملت؟ يقول: يا رب قرأت فيك القرآن وعلمته فيك. يقال: كذبت، إنما فعلت ليقال فلان قارئ وقد قيل. فحبط عمله لأنه لم يقصر به وجه الله، ثم يؤمر به فيذهب على وجهه فيلقى في نار جهنم. عمل صالح طلب العلم وتعليمه للناس ما أعظمه من عمل، لكن صاحبه لما لم يخلص فيه نيته لله حبط عمله وسحب مهانا على وجهه إلى نار جهنم. ويؤتى بآخر أنفق أموالا كثيرة فيقال له: ماذا فعلت حينما أنعم الله عليك بالأموال؟ فيقول: يا رب أدعمت الفقراء والمساكين وفعلت وفعلت. فيقال: كذبت، إنما فعلت ليقال فلان الجواد، فلان المنفق، فلان الكريم وقد يقيل. حبط عمله ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في نار جهنم. الإنفاق في سبيل الله عمل جليل، لكنه إن كان متحنيا عن الإخلاص كان الصبر كان من أسباب العقوبة يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو كالقائم الذي لا يفطر، وكالقائم الذي لا يفطر، لكنه إن لم يفطر به وجه الله فإنه يكون على صاحبه يوم القيامة هباء منثورا. ويؤتى بآخر جاهد في سبيل الله فيما يزعم الناس فيقال: ماذا فعل؟ يقول: يا رب جاهدت في سبيلك لإعلاء كلمتك. فيقال: كذب، إنما فعلت ليقال فلان شجاع وقد قيل. فالواجب على الإنسان أن يخلص عمله كله لله سبحانه وتعالى، فالعمل وإن كان قليلا إذا أريد به وجه الله انتفع به صاحبه في الدنيا والآخرة. أما إن كان كثيرا ولم يقصد به وجه الله فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. والشرط الثاني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما تقوم به من الأعمال، فجميع الأبواب إلى الله مفتوحة ومغلقة إلا باب النبي صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لم يقل سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فإن الله يحبكم، بل أمركم بأمر وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن الله يحبكم ويغفر لكم ذنوبكم. قال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالخير كله في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى: بل يحذر الذين يخالفون أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فإذا كان العمل مبنيا على هذين الشرطين الإخلاص لله سبحانه وتعالى ومتابعة النبي صلى
فيقول أمتي أمتي يقال له إنك لا تدري ما أحدث ولا أقول هذا. وأستغفر الله العظيم لي ولكم وللسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله আমি আলহামদুলিল্লাহ ni akala ore atman ka paraji mitro karana paraji mitro abrutu
আমি সরবাবন মালাকা বিনা আয়াত পূর্বাপন মালাকা কাতরা ফিরে জায়গা বল আমার সর আল্লাহ জানাল দাবা কত যে কারণে বহুত রাজা পর বাকিয়াম শ্রী ও সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুকাল সাহেব কোরআন ইকরা ওয়াতাকি ওয়ারাতিল কামা কুনতা তুরাতিল বিদুনিয়া ফাইন্না মা জিলাতা কাইলা আখির আয়াতিন তাকরাহা কারণে বহুত রাজা পর বাকিয়াম না নি মহানিকা পড়না কারণে কোনো কাল রাজা ওরে সরকার আজামা
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا